السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. عبد الى مركور يلعب التمس، عمر العرشون في الاستلام، ديمن في الكرات الثانية، متفوق في الفريق الغيني مرة اخرى بالجديدة، يمشي بالكرة لعبد الجليل جبيرة، يرفع داخل منطقة الجزاء، حميدة حداد، والجول ممكن، والجول متواليليو، محسن منغيرو هو الذي يبعث بالفرحة للانصار، هو من يأتي بالخبر السار، محسن متولي يعود يسجل مرة أخرى، فعلى أمام لامازولو بخبرة السنين وبذكاء وبمهارة وبفنيات عالية جدا، الدقة الحاضرة والتايمينج الحاضر واللمسة الكبار حاضرة يا محسن يا متولي، برافو برافو، بعد الخطأ الفادح من حارس المرمى والتقدير السيء من المدافعين، الأولى بالكاميرا والمتابعة الممتازة بدقة متناهية، يحط الكرة في الشباك الغينية، 1-0 للكتيبة الرجوية، محسن متولي المنقذ، من غيره في الأوقات الصعبة يظهر متولي.